احنا جاهزين؟ تعالوا الاول نعرف ايه انتوا عارفين بعض قد ايه بشويه اسئله تعارف. هسال هشام، دوريا ايه اكتر صاحبه انتيمتها بتحبها؟ اكتر صاحبه بتحبها اسمها ايه؟ كارما. كارما؟ صح؟ اوكي. طيب عيسى، قول لي موسى متعصب حالا ليه؟ موسى مش متعصب، هو موسى متوتر بس. متوتر وهو متلخبط في الفوكابيولري. بالظبط كده. اوكي ماشي. اوكي بابا بيقعد على الموبايل قد ايه؟ هو بيقعد كتير قوي بقى. يعني قد ايه يعني؟ مش عارفه بس ممكن ساعتين. ساعتين في اليوم؟ لا او اكتر، اربع ساعات. اربع ساعات في اليوم؟ وبعد كده بيبقى سايبه؟ بيقعد معانا عشان. ماشي. طب الحمد لله بيقعد معاكوا يعني. طب حلو قوي. طيب قولي لي يا ماما اكتر لون بتحبه تماره؟ البلو. البلو فعلا؟ لا لا الله المفاجاه. الرد دلوقتي بقيتي تحبي الرد؟ شفتي بقى مش متابعه انت الشرع فريده. لا انا ما بقيتش بحب البلو. يعني ايه اول مره في حياتها تقولي الرد بجد؟ طب هي غيرت رايها بقى الرد امتى؟ طيب يعني بقى لونك الرد لما انا بقيت عندي ستة. انا سنتين. ايه ده ايه ده يا ماما ده؟ طيب انا اسفه جدا. سؤال لاميا بقى، قولي لي ايه اكتر حاجه بتضايق دوريا من كيد؟ لما ما بترضاش تديها حاجتها. طب وكده فعلا ما بترضاش تديها حاجتها؟ بتحافظ عليها. علشان ايه؟ علشان هي بتبهدلها لو انا بديها لها. ماشي بس شيرنج سكيرنج وال انا بديها ساعات بس في العاب معينه انا ما بديهالهاش. طب ايه رايك تديها لها بس تقول لها ازاي تحافظ عليها مثلا؟ اوكي صح كده؟ اوكي صح يا دوريا نتعلم. اي يس يس يس. ماشي، ايه اكتر كرتون موسى بيحب يتفرج عليه؟ كرتون سبايدر مان. صح يا موسى؟ رد يا موسى. ماشي معلش هيحبني كمان شويه. طيب احنا عرفنا ليفل التعارف، عرفنا ان احنا بقالنا سنتين مش عارفين ان هي بتحب ايه تماره وكده. بس عادي هنعدي ده ونخش على طول بقى على المرحله الاولى.